بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أحبائي الكرام في قناتكم، قناة تفسير حلمنا واللي يهمنا. صاحبة الحلم بتقول: أنا حلمت بسواق التاكسي بيرش عليا بنج علشان أنام أنا وبنتي. أقول وبالله التوفيق في تفسير هذا الحلم أن هناك شخص يريد خداعك، وطبعا بيحاول ان هو يوهمك بكلام واحداث ليس لها علاقة بالواقع. فحاولي ان انتي ما تثقيش باي حد غريب بالنسبة لك، وحاولي ان انتي تتمكني ان شاء الله من الحفاظ على اسرارك واسرار بيتك. هذا هو تفسير الحلم، والله تعالى اعلى واعلم. أذكركم أحبائي الكرام طبعا للمتابعين الجداد، أحب أفكركم إن ما تنسوش تشتركوا إن شاء الله في القناة، وكمان ما تنسوش تسيبوا أحلامكم في التعليقات لأن هرد عليكم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة. وما تنسوش تراسلوني على صفحة تفسير حلمنا واللي يهمنا الخاصة بالفيسبوك، سايبالكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، وفي تويتر وإنستجرام للي حابب يتواصل معايا عن طريقه. ألقاكم على خير مع تفسير آخر وحلم آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.